أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار لا تحزن
وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر له من آيات الله البينات في أولى فقرات هذه الحلقة المباركة من برنامج في بيوت الله، والتي نقدمها لحضراتكم من مسجد سيدي صالح الجعفري بحي الدراسة في مدينة القاهرة.